بالنسبة لي جلسة الغد كما هو واضح في الدعوة الموجهة مني للأخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، سيتم التصويت على طلبي طرح الثقة في الوزيرين، وأيضا سيتم التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق في محاور استجواب وزير النفط. أود فقط أن أنتهز هذه الفرصة لأوضح بعض الأمور وبعض التساؤلات بأن التصويت على لجنة تحقيق يسقط طلب طرح الثقة. هذا طبعا الكلام لا له أي علاقة لا بالدستور ولا بالقانون. لو تم التصويت على لجنة التحقيق أيا كانت النتيجة، هذا لا يؤثر على التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير، حتى يكون هذا أمر واضح وهو قولا واحدا ما لهم علاقة. أركان الطلب طالما هي مكتملة، طلب طرح الثقة، إذن سيتم التصويت عليه بغض النظر تم القبول أو رفض طلب تشكيل اللجنة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك وجهتي نظر من الأخوة الأفاضل النواب. في وجهة نظر تريد أن يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة، ولها أسبابها وأسانيدها. وهناك أيضا وجهة نظر من الأخوة النواب، بعض الأخوة النواب، بأن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق يكون بعد التصويت على طلب طرح الثقة. سأعرض غدا وجهتي النظر، والقرار سيكون للمجلس وليس للرئيس. باختصار شديد هذا ما يتعلق في جلسة الغد، وإذا كان في أي استفسار آخر أنا حاضر، لكن يكون الأمر واضح، لجنة التحقيق لا تلغي التصويت على طلب طرح الثقة سواء كان التصويت عليها قبل أو بعد من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية. أما من الناحية المنطقية فكل فريق له وجهة نظر في نهاية، وأبلغوني الفريقين بوجهتي النظر. القرار راح يكون للمجلس.